بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنبدأ مع بعض مناقشة DNA الخاص بـ M251، وهنا هنعمل بروجكت صغير بالجافا. مميزات البروجكت ده إنه هيعلمنا الأساسيات المهمة جدا علشان نكون مستعدين لامتحان سواء الميدتيرم أو الفاينل. طبعا الجزء الأول الـ DNA بيتكون من 3 فيزز. الفيز 1 دي بتكون للميدتيرم، يعني الجزء اللي فيها كله هنستفيد بيه بالميدتيرم. بعدين فيز 2 وفيز 3 دول هيكونوا موضوعات هندرسها في جزء الفاينل. تعالوا كده نبدأ مع بعض، نحط الاوتلاين او الفكرة بتاعت الـ TMA، نتخيل شكله هيطلع ازاي، وبعدين نبدأ ننفذ عملي. وانا انصحك ان انت تفهم كل خطوة، وتصور او تسجل الرسم اللي هنرسمه مع بعض، علشان طول ما انت بتشتغل تبقى فاهم كل الكلام النظري، ازاي اقرا السيناريو اللي قدامي ده واعمل له اناليسز واحوله الى كود جافا، وبعدين هطلع منه برنامج يشتغل بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. زي ما احنا هنشوف كده، دي الشكل او ده الصوره النهائيه للبرنامج المفترض ان احنا نعمله، لكن طبعا لازم نبدا من البدايه ونشوف ايه المطلوب مننا بالظبط. تعال كده نشوف، نعمل حاجه اسمها اناليسز او تحليل للفكره عشان نحط التصور، ونبدا بعد كده ان شاء الله الجزء الثاني نشتغل على برنامج النت بين. طبعا لازم نكون منزلين برنامج النت بين عندنا على اجهزتنا. هنشوف مع بعض ازاي ننفذ البروجكت ده. طبعا ستيب 1 او فيز الاول بيقول لنا كرييت، تعال نقرا كده ستيب باي ستيب، كرييت سيبريت كلاس ايتش ان ا جافا فايل. يبقى كل الكلاس سيبريت كلاس ايتش ان جافا فايل تو ريبريزنت، عشان هنعمل ملفات منفصله كل واحد فيهم امتداده بالجافا علشان نريبريزنت او نمثل سكول. هنعمل حاجه كلاس اسمه سكول، وكلاس اسمه روم، وكلاس اسمه اكلاس. يبقى عندنا سيبريت كلاسز، صح، كل واحد فيهم امتداده جافا، دول المطلوبين. واحد اسمه سكول هيمثل المدرسه، اثنين اسمه الروم هيمثل القاعات اللي موجوده في المدرسه، وبعدين الكلاس الثالث اسمه كلاس علشان ده يمثل الصفوف الدراسية. يبقى الفرق بين الروم وبين الكلاس ان الروم هي القاعات الدراسية، اما ده الصفوف الدراسية. طيب بعدين هناخد فكرة كده سريعة، او نرسم كروكي لل او دايجرام بنسميه، او اي ار دايجرام، او جافا كلاس دايجرام، علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. بيقول لي a school building has at most 3 floor. لما يقول لي 3 floor يبقى ده عدد الفلورز الموجودة في السكول، فده بنسميه attribute. بعدين unique name، اسم المدرسة لازم يكون منفرد ما يتكررش، unique، كلمة unique معناها منفرد غير متكرر. وبعدين list of room، خلاص. يبقى أنا عندي، تعالى نرسم دي كده، يبقى تخيل معايا كده إن أنت عندك سكول، السكول دي لها name والname ده غير متكرر، في validation أو في restriction اسمها unique name، دي أول حاجة. كمان حاجة في فلور، والفلور بحد أقصى 3، يبقى لازم تكون less than or equal 3. جبت الكلام ده منين؟ عشان قال لي at most 3 floor. أنا لسه بفهم بس السيناريو، قراءة سريعة ليه وكده بعمل في الامتحان. بعدين each room، آسف، and list of rooms، وعندي السكول دي اللي هيكون لها اسم معين، مثلا AOU school مثلا، يعني أي اسم أنت عايزه، هيكون فيها floor، عدد الأدوار يكون أقل من أو يساوي 3، at most يعني حد أقصى، يبقى ممكن أقل من 3 أو بيساوي 3. وليست أوف روم يعني فيها عدد من القاعات، كم قاعة غير محدد. ما دام غير محدد يبقى أنا هيجي لي فكرتين، يا إما أستخدم الأري يا إما أستخدم الأري ليست. والأري العادية عيبها، عيب الأري العادية إن هي فيكسد سايز، فأنا مش هقدر أستخدمها. ليه؟ لأن هو قال ليست أوف روم ولحد اللحظة دي ما حددش. يبقى مبدئيا هيكون عندي أري ليست، عشان الاري ليست دايناميك، يعني عدد العناصر فيها بيكون غير محدد، فاقدر ازود واقلل منها زي ما انا عايز. يبقى تقريبا كده هيكون عندنا ليست اوف رومز، ليست اوف روم. ومن الكلام اللي احنا اتكلمناه مع بعض دلوقتي نعرف ان هي هتكون غالبا الاري ليست. طيب كويس، ليست اوف رومز ده مين؟ ده السكول. يبقى اول كلاس فكرنا في الديزاين بتاعه. طبعا لما نيجي نتكلم عن دول، ده كده اسمه اتريبيوت، اسم المدرسه، عدد الادوار، وقائمه القاعات اللي موجوده فيها. خلصنا سكول. بعد كده نروح، بيقول بعد كده نكمل، each room has unique room
نمبر، يبقى يونيك روم نمبر يعني رقم القاعة ما يكونش متكرر، روم رقم 101، روم رقم 102، روم رقم 103، المهم إن مفيش تكرار في الروم نمبر. يبقى احنا عندنا كلاس جديد، هو قال لنا عايزين نعمل كلاسز، عملنا سكول وبنعمل دلوقتي روم، يبقى ارسم ازاي؟ اقول لنفسي انا عندي كلاس تاني هنا اسمه جافا كلاس، يعني انا بديزاين الكلاس روم. طيب الكلاس اللي اسمه روم فيه ايه بقى؟ فيه ها روم نمبر ويكون يونيك، يبقى روم نمبر، روم نمبر، وما تنساش ان هو يونيك. يعني ايه يونيك؟ يعني ما يبقاش فيه تكرار. هنشوف ازاي نحط الفاليديشن دي واحنا بنكتب الكود. طيب بعدين الجزئيه اللي بعد كده اند كاباسيتي، والروم دي لها سعه، يعني القاعه دي فيها عدد كراسي مثلا اهي، which is number of seat in the room، بتمثل عدد المقاعد الموجوده في الغرفه. يبقى نروح نحط اتريبيوت كمان اسمه ايه؟ اسمه capacity أو number of seat، بس هو ادانا اسمها capacity، نمشي على الاسم المعطى capacity. It also should store the assigned class to this room، كمان هيتحط فيها assigned class، يعني الغرفة هيبقى لها عدد رقم الغرفة والساعة بتاعتها والكلاس اللي بيدرس فيها، كلاس الفرقة السابعة، الفرقة الثامنة، التاسع، الأول، الثاني، المهم إن القاعة دي بيدرس فيها صف دراسي، يبقى لازم أحدد إيه؟ assigned class، يبقى أكتب هنا حاجة اسمها assigned class. لحد كده الامور ماشيه. عندي متغير اسمه الروم نمبر، ادي واحد، عندي الساعه بتاعتها، وعندي الكلاس اللي هيدرس في الغرفه دي او في القاعه دي. Initially room are empty، each class has size، خد بالك احنا هنروح دلوقتي على الكلاس، يبقى خلصنا الروم تمام. ممكن بس نعمل رابط كده او نفكر في حاجه مهمه، هو السكول كان عندها ليست اوف روم، يعني انا هعمل اكتر من اوبجكت للروم، روم رقم 101 واسجلها في الليست دي، وروم رقم 102 برضه نوعها روم مسجلها في الليست دي، يبقى السكول عندها ليست اوف روم من اللي موجودين تحت دول، هنشئ الليست دي اضيفها هنا فين؟ في السكول. طيب كويس، يبقى السكول داخلها مجموعه من الرومز. نروح بقى للجزء الثالث. Initially all rooms are empty، يعني دايما الاساين كلاس هيكون بنال. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. واحده واحده، هو بيقول ستور الروم، ستور assigned class، بيتحط لها class مخصص لها، يعني بيدرس في القاعة دي الكلاس الصف السابع مثلا، يبقى في الغرفة دي. Initially room are empty، يعني في البداية بتكون الغرفة فاضية، أو الروم دي assigned class لها بيكون قيمته null، يعني فاضية مفيش حد، وبعدين نبقى نسجل لها الكلاس. طيب each class هيبدأ يتكلم عن الكلاس، يبقى هنرسم class ثالث أو نوع ثالث أو data type ثالث اسمه class، اسمه كلاس الصف الدراسي، يبقى دي قاعة دراسية ده الصف الدراسي، زي في الجامعة كده قاعة رقم 200 بيدرس فيها شعبة رقم 101 اللي بتاخد مادة جافا مثلا، يعني يبقى في فرق بين الكلاس، لازم نميز الفرق بين الروم وبين الكلاس. طيب ندخل بقى each class has size، يبقى هنا في حاجة تانية اسمها size، ملوش اسم المرة دي الكلاس ده، low size number of student، بينما هنا كان number of seat. خد بالك الكاباسيتي هنا في القاعه فيها السعه بتاعت القاعه، عدد الكراسي سيت نمبر، سيت توتال نمبر اوف سيت او نمبر اوف سيت، لكن السايز هنا ده عدد الطلاب ستودنت. ماشي مفيش مشكله. نكمل كلاس ليفل، كمان عندها ليفل كلاس ليفل، يبقى هنا هنحط حاجه اسمها الليفل، ليفل يعني الفرقه الدراسيه، الصف الاول الثاني الثالث الرابع لحد ال 12 مثلا. The maximum number of the students in the class، لا لسه كمان، and the class teacher، يبقى ده تالت attribute، يبقى teacher. يبقى عندنا لو حبينا كده نعمل conclusion اللي احنا قلناه قبل ما نكمل، الكلاس الأول اسمه school عنده تلات متغيرات، واحد اتنين تلاتة. الكلاس التاني room عنده تلات متغيرات، واحد اتنين تلاتة. الكلاس التالت اسمه الكلاس نفسه أو الصف الدراسي عنده تلات متغيرات، واحد اتنين ثلاثة. أنا كده فهمت أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل ثلاث كلاسات، كل كلاس عنده ثلاثة أتريبيوت بغض النظر عن نوعهم، اللي فيهم سترينج أو فيهم انتجر، هنشوف إزاي ننفذ الكلام. ننهي بقى الجزئية دي. The maximum number of the student in the class should exceed 25 student.
أقصى عدد للطلاب shouldn't exceed أو لا يزيد عن 25 طالب. يبقى في restriction تاني على السايز، إنه السايز لازم يكون أصغر من أو يساوي 25. تمام؟ each class must store in the state in private. كل كلاس من الثلاثة، ده اسمه جافا كلاس، خلي بالك بس عشان ما تتلخبطش بين كلمة كلاس اللي احنا كاتبينها هنا دي الصف الدراسي، أما الثلاثة دول اسمهم جافا كلاس، سواء كان سكول كلاس أو روم كلاس أو إيه كلاس كلاس. كويس. each class must store its state in private variable. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا شباب المتغيرات دي دايما بنسميها state. يبقى الستيت حالة الكلاس اللي اسمه اسمه سكول هما الثلاث متغيرات بتاعته. طيب وحالة الكلاس اللي اسمه روم هما الثلاث متغيرات. يبقى دايما أقول لنفسي قاعدة أتفق عليها وأنا بدرس أو لما أشوف السؤال في الامتحان، متغيراتك هي دي اللي اسمها الستيت. لما يجي السؤال في الامتحان يقول لك الستيت دول الثلاثة اسمهم ستيت أوف ذا كلاس، بس مع الفاليوز طبعا لما بنحط لهم فاليو، هنشوف ازاي كمان شويه. يبقى ايه هي الستيتس؟ هي القيم بتاعه المتغيرات. فهنا بيقول each class must store its state، يعني المتغيرات بتاعته private. واحنا اتكلمنا عن الكلام ده في شابتر في المحاضره الرابعه، وقلنا الفرق بين البرايفت والبابليك وهنتكلم عنه في التيم ايه. all required access is done through public method. هنعمل getter و setter. يعني ايه الكلام ده؟ كل الاكسس عشان اوصل للمتغيرات دي done through public method. الميثود اللي بتخلي المتغير x private اكتبه هو private integer x جوه الكلاس واعمل له حاجه تعمل له اكسس، دي اسمها موتيتور واكسسور او السيت والجيت. السيت والجيت لازم نكون حافظين الكلام ده كويس. يبقى لما يقول لي all required access على طول done through public method، يبقى انا اقول لنفسي يبقى انا عايز كل المتغيرات الثلاثة اللي هنا والثلاثة اللي تحت والثلاثة اللي تحت يكونوا كلهم فين؟ يكونوا كلهم ها عندهم جيت وست، جيت وست لكل واحد فيهم. جبت الكلام ده منين؟ من كلمة access done by public method. public method which you must implement allow user to do the following. الميثود دي هتسمح لنا بالآتي بقى: initialize get and set. ها اللي قلناه initialize يعني الإنشاء. مين اللي بيعمل الإنشاء؟ الكونستراكتور. يبقى احنا هنحتاج نعمل كونستراكتور. الاساينمنت اللي معانا دي او البروجكت اللي احنا بنعمله ده مشكلته ان الاسئله مش واضحه، لكن ميزته ان بيخليك تفهم البرمجه كويس وتفهم الامتحان اسئلته هتيجي ازاي. لما يقول initialize يبقى انا اقصد الكونستراكت. get and set state يبقى اقصد الجيتر والسيتر، get النيم وست النيم of any created object. لاي اوبجكت هنعمله. create new school and give it name. هننشئ مدرسه كامله زي اللي هي شفنا الكلاس بتاعها اللي فوق ده، هنشوف ازاي. add room هنضيف room، هنضيف صف للسكول. if not already in the room list، خد بالك من الاف ستيتمنت، انا هترجم ده دلوقتي للشيب اللي هنشوفه مع بعض، وعايزك ترسم الرسم الاخير اللي هنرسمه عشان نبدا نكتب الكود واحنا فاهمين او نستفيد بيه. display the list of the all room in the school، عايزك تعرض كل الغرف اللي في السكول. تعال نرقمهم كده ونشوف ايه المطلوب مننا بالظبط عشان نبدا ننفذ عمل. واحد هنعمل initialize و get و set. اتنين هننشئ سكول جديدة. ثلاثة هنضيف روم للسكول إذا كانت غير مضافة، خلي بالك. أربعة نعرض كل الغرف اللي في السكول. خمسة assign the right school، ودي قصة طويلة هنتكلم عنها بالتفصيل. ستة save school information into file، هنخزن المعلومات في الفايل. خمسة طويلة شوية هنشرحها بالتفصيل كمان شوية. if the user attempt to do operation that will violate، خد بالك من دي، لو اليوزر حاول يعمل عملية تخالف حالة الأوبجكتس. يعني إيه دي؟ لازم نفهم كويس المصطلحات دي. هل اليوزر ممكن يعمل عملية تخالف state of the object؟ أيوه، يعني إن أنا أنشئ، اسمع كده، أعمل صف دراسي عدد الطلاب فيه 30، 30 student، ده اسمه violate لل state of object. ليه؟ عشان لو خدت بالك من الجملة اللي هنشاور عليها مع بعض دي، بيقول لي إن maximum number of the student in the class exceed to 25 student، اقصى عدد ما يزيدش عن 25 طالب. يبقى لو انا يبقى violate ان انا احاول اعمل اكتر من 25، 30 طالب، ده اسمه violate، تجاوزت او تخطيت او تعديت او كسرت القاعده. فلازم you must، بيقول لي لو اليوزر عمل كده، طب وش معنى دي؟ اي حاجه فيها restriction زي مين؟ زي unique name. بص فين مثلا
each room has unique room number. فلو عملت فصلين او قاعتين بنفس الروم نمبر لازم تجيب له ايرور مسج. مين اللي قال؟ يو ماست تشيك اف ات ان ذيس كيس اوبريشن شود اجنورد. العمليه ما تتمش. اجنورد يعني تهمل لا تنفذ. ذا ابلكيشن شود جيف باك ان ايرور مسج ويعطي رساله خطا. يبقى الفقره الاخيره في الفيز الاول هتكون عباره عن ان انا اعمل handling للاكسبشن. handling يعني اتعامل مع الاخطاء، احط كونديشن لو اليوزر تجاوز. مين اليوزر اللي هيستخدم البرنامج بتاعي؟ طيب كويس، تعال بقى بعد ما احنا فهمنا كده نشرح مع بعض يعني احنا هنعمل ايه. طبعا اللي انا رسمه دلوقتي ده او الشاشه دي متصوره بعد ما خلصنا كل الفيز البرنامج كله. خد بالك كده، تعال نفتكر، هو قال لنا عايزك تعمل مدرسه والمدرسه لها اسم. يبقى انا عندي اول فيلد هنا المدرسه لها اسم وعدد ادوار، وعدد الادوار لا يزيد عن 3. يبقى انا عندي شرط هنا. طبعا ازاي رسمنا الشاشه دي هنتعلم في السكشن الثالث، بس خلينا نفهم الفكره. يبقى انا عملت سكول لها اسم، حطيت الاسم ده متغير، وكمان خليت السكول لها فلور وعدد الفلور 2 او 3 او 1 لكن ما يزيدش عن كده. يبقى لازم يكون في هنا ايه، في رساله خطا لو زود، او هنا كونديشن ان عدد الفلورز ما يزيدش عن 3. اد سكول ده المفروض يضيف السكول دي او ينشئ سكول جديده، يبقى اد سكول او كرييت سكول نسميها. طيب بعدين لما نعمل السكول المفروض نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل روم نمبر، نعمل الغرف. فالقاعات اللي موجوده لازم يكون لها روم نمبر وكاباسيتي. بس احنا هناك قلنا 3، تعالى نفتكر ايه هما الثلاثه. ليست اوف رومز، قلنا ان احنا بنتكلم عن الروم دلوقتي. الروم لها روم نمبر ولها كاباسيتي سعه ولها اسايند كلاس. بس بما ان اسايند كلاس بنال فانا ما فيش داعي ادخلها، ما هي باي ديفولت نال، يعني باي ديفولت القاعه فاضيه لسه. يبقى بدخل لها بس الروم نمبر والكاباسيتي واضيف الروم، ينشئ روم جديده ويضيفها لاي مدرسه، يضيفها للمدرسه دي. صح كده؟ اقدر اضيف كام روم لنفس المدرسه؟ اقدر اضيف اكتر من قاعه في نفس المدرسه. يبقى كان الشكل بتاعنا اللي انا عايزك ترسمه كويس هيكون هو ده كده. هيبقى عندنا الشكل النهائي لللوجيك بتاع الفكره. اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه الفرونت اند او الواجهه، الانترفيس، اليوزر انترفيس. لكن في لوجيك، لوجيك للموضوع ازاي؟ اللوجيك بيقول ان انت هيكون عندك سكول، ده شكل النهائي بعد ما خلصنا بقى تفكير وتحليل للموضوع كله. هيكون عندنا سكول، السكول دي فيها رومز صح، غرف بشروط طبعا. كل غرفة لها رقم، فالغرفة 101، الغرفة 107، الغرفة 103، الغرفة 110، أيا كان. كل غرفة فيهم لها كاباسيتي، سعة الغرفة، فالغرفة الأولى أو القاعة الأولى فيها 25 سيت، واحدة فيها 30 سيت، واحدة فيها 17 سيت، واحدة فيها 10 سيت، قاعة صغيرة. طيب وبعدين؟ كمان كان قايل لنا هنضيف صفوف دراسية كلاس، والكلاس ما يكونش موجود في السكول لسه. ازاي؟ لان انا هلحقه. يعني ايه؟ هعمل صف دراسي، الصف يكون له سايز ويكون له ليفل مستوى. يبقى دول الصف السادس مثلا، هنقول كلاس 6 طلبه الصف السادس، ودول هيكون عدد الطلاب 22 مثلا يعني. والتيتشر نيم، انت جبت الكلام ده منين؟ جبته من الكلاس اللي احنا قريناه من شويه اهو. لما وصلنا للكلاس قلنا له سايز وليفل المستوى الدراسي والمدرس. يبقى هروح هنا اقول لنفسي يبقى في كلاس رقم 6 وده ليفل 2 سيت او الطلاب 22 والتيتشر اسمه مثلا علي. وعندي كلاس ثاني كلاس 7 الصف السابع، وده هيكون ده كلاس، ها اما دول روم اللي موجودين فوق. ده هيكون فيه 25 طالب والتيتشر بتاعه اسمه مثلا فاطمه. وهكذا يكون عندي اكتر من كلاس، أول وتاني وتالت ورابع وسابع وحادي عشر، كل الصفوف الدراسية المتاحة من الابتدائي لحد الآخر، وكل واحد فيهم عدد من الطلاب. بس في حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ إن ما يزيدش عدد الطلاب عن 25. طيب فاضل خطوة أخيرة، إيه هي بقى اللي هنعملها؟ هنتعلمها إن شاء الله في العملي، إن أنا عايز أربط الكلاس، أقول الصف السادس يقعدوا في القاعة دي. اختار القاعه بتاعه الكلاس على اي اساس؟ دي الفقره المهمه اللي قلت لك عايزين نشرحها مع بعض. تعال بقى نقراها مع بعض كده عشان ننهي الاناليسيس بتاعنا ونبدا نكتب كود. ده اخر حاجه هنعملها في التيم، في الاناليسيس بتاع التيم. خد بالك بقى من الجزئيه دي. ازاي اساين كلاس تو رايت روم؟
خد بالك جدا جدا في النقطة دي. احنا هنشرح كل الخطوات اللي رقمناها من 1 ل 6 دي بالعملي، لكن انا حبيت امر عليها مرور سريع. فاضل لنا بس الفقرة المهمة دي، assign class. انت عندك فهمنا بس الفرق بين الاول الكلاس والروم. الكلاس ده الصف الدراسي اللي هم اسماء الطلاب اللي في السجل او في الكشف، والروم دي القاعة. فانا عايز اخد الصف السادس مثلا اسجله في غرفة معينة، هل عشوائي؟ هل اخصص لهم قاعة عشوائية؟ لا، هو هنا هيقول لي الطريقة. بيقول لي this method، الميثود اللي انت هتعملها دي attempt to find satisfactory room، يعني الروم الملائمة. satisfactory room الغرفة الملائمة أو القاعة المناسبة أو الملائمة المرضية للصف ده. ومنطقيا خد بالك، أنت شفت قبل ما أكمل، أنت خدت بالك إن القاعات ممكن يكون فيها 10 كراسي، ينفع أسجل فيها صف دراسي فيه 15 طالب؟ عدد الطلاب أكتر من الكراسي، عشان كده هو بيقول لي satisfactory room. طب لو أنا عندي مثلا 3 قاعات، واحدة فيها 20 كرسي، واحدة فيها 16 كرسي، واحدة فيها 10 كراسي، ال15 طالب دول اللي هم الصف السادس مثلا أسجلهم في أنهي قاعة؟ مش هينفع يتسجلوا في العشرة لأن عدد الكراسي أقل، وعندي ال20 ينفع وال16 ينفع، بس مين الأفضل؟ ال15 طالب ياخدوا القاعة اللي تحت. ليه؟ عشان هيتبقى كرسي واحد بس، لكن لو خدوا القاعة دي هيتبقى كراسي كتير، ممكن ألاقي صف دراسي تاني عددهم 19، فيبقى الأنسب لهم ياخدوا ال20. واضح الفكرة؟ تاني نقول الكلام ده، أنا شرحت لك قبل ما نقرأ الكلام عشان تكون معايا. أنا دلوقتي بحاول أوجد القاعة الملائمة للصف الدراسي، اسمها satisfactory room، هو سماها كده. يبقى satisfactory room القاعة الملائمة للصف. assigned among the empty rooms، أنت عندك القاعات كلها فاضية ما فيهاش صفوف. only that accommodate the class in the school building، طبعا لازم تكون موجودة في الكلاسز اللي في school building، ما ينفعش تكون في حتة تانية. to find the satisfactory room assignment، اسمع الجملة دي، best fit room، أكتر قاعة ملائمة ليك، for given class size، بسايز معين. the room should be empty، أول صفة لازم تكون الغرفة إيه؟ empty، يعني ما يكونش مشغولة. يبقى عايزين نحط condition إن لو القاعة فيها عدد اماكن مناسب بس اوريدي فيها حد خلاص خصصناه للقاعه دي، ما ينفعش نحط قاعه نحط سيكشن تاني او كلاس تاني في نفس القاعه. يبقى لازم تكون الكونديشن بتاعتنا، الشرط الاول ان القاعه، صح؟ منطقي جدا من الكلام، خلي بالك انا اعتقد ان انتوا فهمتوا، بس احنا عايزين نقرا واحده واحده. واحد، القاعه تكون فاضيه. and the number of left over، left over هنا يقصد بيها المقاعد المتبقيه، remaining seat، المقاعد الخاليه. for the room when the assignment is made should be minimal، أقل عدد من الكراسي الفاضي. لما تيجي تخصص فرقة دراسية لقاعة معينة يكون الليفت اوفر أقل حاجة، الليفت اوفر مينيمم، فإحنا هنحاول نجيب المينيمم. وراح قايل لك عشان اللي مش فاهم، ليفت اوفر سيت المقاعد المتبقية عبارة عن الروم كاباسيتي، سعة الغرفة وليكن 30 كرسي، في الكلاس سايز 25 عشان الحد أقصى 25 طالب، فيبقى 30 ناقص 25 يتبقى 5 كراسي. لازم ال5 كراسي دول يكونوا اقل حاجه ممكنه في كل القاعات. This the class cannot be satisfactory، ما ينفعش الكلاس يكون ملائم للقاعه when the leftover seat is negative، صح ولا لا؟ يعني عدد الطلاب اكتر من عدد الكراسي. يبقى ده شرح الفقره بتاعت assign. فاحنا هنعمل دي ازاي بالكود؟ نعملها ان شاء الله مع بعض، واحنا عملناها اوريدي. ودي موجوده فين؟ موجوده هنا. كل اللي انا شرحته دلوقتي ده موجود هنا، assign right class class to right room. يبقى انا هنا لما يكون عندي class وعندي غرف هاخد ال class اسجله في room معينه، بس تكون ايه؟ ملائمه بناء على الشروط اللي احنا شفناها. وخد بالك هنا في ايه؟ room list. انا استخدمت البرنامج، انا بصور لك اللي انا طلعته من الاوتبوت او اللي احنا هنوصل له في النهايه. عندنا room رقم 101 الكباسيتي بتاعتها 20، والروم اللي بعدها الكباسيتي بتاعتها عدد الكراسي 15، وبعدين عدد الكراسي 23، وبعدين عدد الكراسي 25. تخيل معايا ان احنا عملنا القاعه دي او الكلاس ده، الكلاس اللي قدامنا ده، خد بالك كده اقرا معايا، الكلاس ده فيه 22 طالب، ده الصف السادس، اسجله في اي قاعه من القاعات الاربعه اللي احنا حددنا عليها. هتلاحظ ان 22 طالب ما ينفعش يتسكنوا، هشطب على الحاجات المستبعده ونشوف ايه الانسب. مين المستبعد؟ انا عندي 22 طالب وده عدد الكراسي، يبقى ده مستحيل، صح ولا لا؟ لان ده عدد الكراسي اكتر من اقل من الطلاب. طب الثلاثه التانيين ينفعوا؟
بس لو قعدت ال 22 طالب في ال 20 كرسي هيتبقى كرسيين، صح؟ بينما لو قعدت ال 22 طالب في ال 23 كرسي هيتبقى كرسي واحد، يبقى هنا في كرسيين متبقيين، وهنا كرسي واحد الليفت اوفر هنا، الليفت اوفر هنا باثنين، والليفت اوفر هنا بواحد. اما هنا الليفت اوفر هيكون بخمسه، في 5 كراسي فاضيه، يبقى مين الافضل؟ مين الساتسفاكتوري؟ اقل ليفت اوفر. فاوتوماتيك البرنامج لازم يتشيك، يدور على القاعه الملائمه، وفعلا هتلاقي الكلاس السادس اللي بتدرسه ساره وفي 22 طالب فعلا بياناته اهي متسجله. ها 22 الصف السادس والمدرسه اسمها ساره. وهتلاقي غيره وغيره، وفي كلاس يوم فاضي لان احنا ما عندناش مع غرفه فاضيه، ما عندناش غير 3 كلاسات بس ضفناهم. ده اكزامبل، تعالوا بقى مع بعض نبدا نشتغل عملي بعد ما فهمنا. يبقى تاني ملخص لكل حاجه، معلش طولنا شويه لان التيم ايه عايز يتفهم اكتر منه التنفيذ، التنفيذ سهل لكن نفهم الفكره. الفكره باختصار ان انا عندي سكول فيها اربع مثلا، فور اكزامبل 4 قاعات زي ما انت شايف، ودي ارقامهم ودي السعه بتاعتهم. عايز اعمل صفوف دراسيه، كل صف دراسي ادور على انسب قاعه اسكنه فيها. فال20 انسب قاعه قدامنا ال25، عشان هيتبقى 5 بس، بينما دي مش هتكفي ودي مش هتكفي ودي عدد الكراسي كتير جدا. ال25 انسب قاعه لها ال30، ال22 ما لهاش مكان مثلا، يعني مثلا لو في الاكزامبل اللي قدام. يبقى انا هنشئ سكول، هنشئ روم، هنشئ كلاس، واوزع الكلاسز على الروم، وارسم الديزاين بتاعي او انفذه بالجي اي ده بحاجه اسمها جافا اف اكس، جافا اف اكس، وهنتكلم عنها بالتفصيل دي في الشابتر اللي قبل الاخير، وان شاء الله نكمل التي ام اي مع بعض.